السيدات والسادة، الآن يعرض على حضراتكم فيلم قصير عن برنامج تأهيل الشباب للقيادة PLP. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP التابع لرئاسة الجمهورية يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي واختيار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية، مما يتيح للشباب مسارات وبدائل أكثر نحو المستقبل وتوفير فرص أكبر لشغل وظائف قيادية وتنفيذية في الدولة، كما تعظم فرص الانضمام إلى عالم رواد الأعمال. يهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة. بلغ إجمالي من سجل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني 70,000 شخص، وبلغت أعداد المقبولين بالبرنامج 5,448 شخصا تقدموا بالأوراق المطلوبة إلى مديريات الشباب على مستوى جمهورية مصر العربية، كما حصل المتقدمون غير المقبولين على مزايا الاشتراك في عدد من الفعاليات الخاصة بالبرنامج، وكذلك الحصول على المحتوى الدراسي للبرنامج مجانا. جاءت عملية الاختيار وفقا لقدرات المتقدمين العلمية والعمرية مع مراعاة ذوي القدرات الخاصة، كما تمت مراعاة التمثيل الجغرافي لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية. حبيت البروجرام ده أو جيت ليه لأنه شدني فكرة القيادة للشباب، يعني عادة بيبقى القيادة للناس الكبار أو ما بيهتموش بفكرة الشباب، فأنا حابة أنه حد يأهلني لحاجة زي كده، أن أنا أدخل في التفكير إزاي أطور من البلد بصفة عامة. البرنامج بشكل عام منظم جدا، مختلف تماما عن البرامج اللي قبل كده كانت بتعملها الدولة. المبادرة دي يعني أنا شايفها أن هي حاجة كويسة للشباب وتأهيل الشباب وأن احنا ننهض بالمجتمع. حتى الآن ما شاء الله من الواضح في البروسيس بتاعت التقديم او في اللي حاصل حتى الان النهارده في الامتحان، الناس كلها ما شاء الله متعاونه جدا والمكان شكله قوي جدا باذن الله. تطلعي للبرنامج لو ان اقدر استفيد عشان افيد غيري واقدر احسن بيئه العمل اللي بشتغل فيها. انا قدمت لاني شايف ان الكورسات دايما تعتبر استثمار في الشخص، استثمار في الفكر، اتمنى ان انا اقدر استثمر في نفسي وبعد كده اوجه اي مستوى اوصل له لخدمه بلدي. في اطار التفاعل السريع من قبل البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب، تمت إتاحة وتوفير عدد من اللجان لاستيعاب الأعداد القادمة من جميع المحافظات، وتم تسهيل عملية الاختبار خاصة لمن تخلفوا عن الالتزام بالموعد المحدد. استمرت الامتحانات على مدار 3 أيام، وهي المرحلة الثالثة من عملية اختيار المتقدمين للدورة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث خاض 3,251 متقدما امتحاني اللغتين العربية والإنجليزية، وانعقدت الامتحانات في 4 أماكن في القاهرة، وهي مركز شباب الجزيرة، منتدى الشباب بالسادس من أكتوبر، ومقر المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، ومعهد اللغات للقوات المسلحة. يحصل الشاب أو الشابة المتخرج من البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية بعد اجتيازه المراحل المختلفة للبرنامج، والتي تتضمن 3 محاور رئيسية: علوم سياسية واستراتيجية، علوم إدارية وفن قيادة، علوم اجتماعية وإنسانية. يطبق البرنامج نموذجا تعليميا مبني على مفهوم اكتساب الخبرات، حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية في صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملي مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق المحاكاة للنماذج المختلفة. يلتقي الدارسون خلال فترة البرنامج بعدد من رموز الفكر والثقافة لإثراء القاعدة المعرفية لديهم. بما أني لسه حديثة التخرج، فأنا عندي حماس أن أنا عايزة أغير، عايزة أكون المكان اللي أنا عايشة فيه البلدي تكون أحسن. بصراحة أنا شايفة أن البرنامج دوت فرصة حلوة جدا للشباب، أن هو يمكننا أن احنا نقدر نتخذ القرارات بسرعة. أنا من نفسي أكون محافظ سوهاج، امسك المحافظه كامله باكملها. فالبرنامج زي ده لما قريت الاهداف بتاعته والحاجات الدورات اللي احنا هناخدها بالداخل، عرفت انه فعلا ممكن يفيدني ازاي اقدر ادير المحافظه، ازاي افكر تفكير جيد. متفائله جدا بالبرنامج ده، واتمنى ان انا اكون تبع الستاف اللي هيتدرب. حتى لو ما نجحتش في البرنامج ده، انا مبسوطه جدا ان انا شاركت في مكان زي ده وشفت ناس زي دي،
وشفت نظام زي كده، واذا ما كانش فيه فرصه دلوقتي ممكن يكون في فرصه بعدين. البرنامج ده هيقدر يحقق لي هدفي، واقدر ان انا اخد مهاره القياده اللي هو الاساس الهدف بتاع البرنامج. انا كل ثقه انه البرنامج الرئاسي ده يحقق حاجه كبيره جدا للبلد. الشباب جات لهم الفرصه المناسبه، اهتمام من رئاسة الجمهورية ببرنامج اسمه البرنامج الرئاسي، فطبعا دي حاجة عظيمة جدا. إن ما كانش في شباب عايز يبني ووراه قيادة حكيمة تشجعه وتطور من أدائه، مش هيبقى في دولة. إحنا لازم نبني الدولة. أنا شخصيا كنت ناوي أسافر برا، بس بعد ما البرنامج اتعمل ممكن أفكر إن أنا أفضل هنا. القائد دايما بيصنع قادة، كل واحد هنا لو جاي بهدف إن هو يقود البلد دي لطريق أحسن هيوصل بإذن الله. ووفقا لنتائج الامتحانات تم اختيار 1000 متأهل لخوض المقابلة الشخصية. ومن خلال المقابلة تم اختيار 500 طالب لبدء الدورة الأولى. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة خطوة فارقة تؤكد وبالدليل أن مصر تسير على الطريق الصحيح، معتمدة على عقول وسواعد شبابها العظيم تفسح لهم الطريق ليرسموا مستقبلا أفضل بإذن الله. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP بمبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقوة شبابها تحيا مصر.